تعالوا بقى نتكلم على حاجة لطيفة كده وجميلة الحقيقة. كلارا ميلاد، كلارا ميلاد بنوتة مصرية اسكندرانية، أسست كده مبادرة اسمها شرطية مصرية. وكلارا الحقيقة وهنشوف صورتها دلوقتي حالا، كلارا بتتكلم دايما وتقول انا حلمي ان انا ادخل كليه الشرطه من وانا عندي 15 سنه، وانه في بنات كتير حلمها برضو تنضم لكليه الشرطه. وكان في قصه ان والدها كان اتسرق، يعني في 2 حراميه كانوا طلعوا مره عليه وهو طالع من البنك واخدوا منه الفلوس اللي كانت معاه. فهي اليوم ده الحقيقه اتحفزت جدا وقالت انه لا انا عايزه اساعد، انا عايزه ادعم والدي، انا عايزه ابقى بساعد في المجتمع كمان بصفه عامه. خلونا ناخد هاتفيا كلارا ميلاد. ازيك يا كلارا؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. قولي لي يا كلارا، انت عايزه تدخلي، انت عندك كام سنه الاول؟ انا حاليا ماشيه في 18 سنه. ماشيه في 18 سنه. انت بتدرسي ايه دلوقتي؟ انا في ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي. نفسك تدخلي كليه ايه؟ نفسي ادخل كليه شرطه، لان طبعا انا في حياتي عامه ما بحبش المهن التقليديه، زائد ان انا شايفه ان ضابط الشرطه ليه دور كبير قوي في المجتمع. انا حابه ان انا اخدم وطني في اطار الحمايه المدنيه، فعشان كده اسست حمله شرطيه مصريه، وهي هدفها فتح باب الالتحاق للفتيات بكليه الشرطه من بعد اتمام شهاده الثانوي العام. لان احنا طبعا عارفين ان البنت عشان تدخل كليه الشرطه لازم تخلص ثانوي، بعد الثانوي بتدخل كليه، وبعد الكليه لو نزل التخصص بتاع اكاديميه الشرطه طالب التخصص بتاعها بتقدم، لو مش طالب التخصص بتاعها بتستنى. لو فضلت تستنى نظرا لان كل سنه التخصصات بتنزل قليله جدا وبتبقى مقتصره فقط في الشؤون الاداريه، فلو فضلت تستنى والتخصص بتاعها ما اتطلبش وسنها عدت 28 سنه، للاسف ما ينفعش ان هي تقدم في كليه الشرطه. فمن هنا جت فكره المبادره، وهو المساواه بين الفرص المتاحه للاناث والفرص المتاحه للذكور بكليه الشرطه من بعد اتمام شهاده الثانوي العام. طبعا انا الدستور المصري فيه مواد بتنص على ان الدوله بتكفل حق المساواه بين الرجل والمراه في جميع مجالات الحياه، سواء سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه، وكمان عندنا في الدستور ماده رقم 9 هي بتنص على ان المواطنين كلهم سواسيه، وكمان الفيصل بين المواطنين وبعضهم مش الجنس، ان كنت انا ولد او كنت انا بنت، لا، هو الفيصل بيني وبين المواطنين هو نسبه الكفاءه. المفروض الدولة عندها نقطة إن الفيصل بينها وبين أي الرجل والمرأة عامة في المجال الشرطي هو نسبة الكفاءة، ولكن مقتصرين إحنا فقط في قسم الضباط المتخصصين، وكمان شؤون إدارية ملناش أي مهام تاني. سارة، كلارا أنت بجد 18 سنة؟ أنا 18 سنة. لا ما شاء الله عليك، أنت قارية الدستور كمان. دستور، وطبعا الموضوع انا كمان درساه من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الدينيه طبقا لان الدوله بتطبق الشريعه الاسلاميه. صحيح. لان طبعا عندنا نماذج من النساء اللي كانوا على مدار السنين وايام الغزوات والرسول الكريم والخلفاء الراشدين كانوا ليهم دور قوي وحاد موجود في الغزوات. طبعا عندنا طبعا سيده زي السيده عكرشه بنت الاطروش وخوله بنت الازهر، وعندنا السيده ام عماره الانصاريه، دي الرسول الكريم قال عنها في البخاري ان ما التفت يمينا او شمالا حتى اراها تقاتل دوني. فنساء على مدار العصور ليهم دور قوي في القتال، في حين ان كمان حملتي انا بتتكلم عن الحمايه المدنيه، ان البنت طيب تكون موجوده. يعني انت نفسك او اللي بتطلبيه انه يعني الدوله تنظر بعين الاعتبار انه في فتيات متحمسات جدا للالتحاق بكليه الشرطه، وفكرة القيود دي ان هي لازم تخلص كلية تانية الاول وبعدين لو اكاديمية الشرطة طلبت تخصصها ممكن فرصتها تاخدها، ضئيلة طبعا جدا، وان الفرصة هنا بتبقى ضئيلة. على عين بس ان انت عارفة، انت عارفة كلارا الشرطة برضو غير العلوم العسكرية طبعا المهمة جدا اللي بيدرسوها، كمان في نواحي نفسية طبعا، وفي رياضة، وفي رياضي ونفسي، وعندي الطبي وعندي السمات طبعا. طبعا كل الموضوع الكلام صعب ده يا كلارا، الموضوع صعب جدا. انا هقول لحضرتك على حاجة، احنا كده كده عندنا شرطة نسائية في مصر، بس فكره الحمله ان احنا هنكثفوه، عددهم هيكون موجودين بكثافه اكتر، وهنوسعوا مهامتهم في اطار الحمايه المدنيه. انا ما بقولش البنت بنت السلاح وتطلع تحارب، انا بتكلم ان البنت تكون بتخدم الوطن. طيب. داخل الدوله في المرور في التحرير. بس انا عايزه اتناقش معاكي معلش يا كلارا في حاجه سريعا، احنا اصلنا لفتت يعني انت فكرتك بقصتك لفتتي نظرنا، لانه انا لاحظت ان في مؤخرا مطالبات كتير، كان في لسه منتدى الشباب قريب، وفي بنوته برضو اعتقد من احدى محافظات الصعيد وطلعت قصاد الرئيس وقالت له بالظبط كده، وقالت له يا ريس انا عايزه ادخل الجيش وعايزين نقدم والبنات عايزه تدخل الجيش. فانا لفت نظري انه في مؤخرا مطالبات كتير من بنات عايزين بجد يشتغلوا في يعني يدخلوا جيش او شرطه. فعندي بس سؤال ليكي هنا، انا لما قريت كويس اللي انت كتبتيه
انا بسال انا من حته انه كحمايه مدنيه وفكره انك تنزلي الشارع، انت عارفه فكره انه القانون يجب ان يطبق بحذافيره، بمعنى انه لو انت مشتبهه في حد انت ما ينفعش تاخديه تضربيه وتعذبيه، انت دورك هنا انك هتاخديه تسلميه للقسم او تسلميه للضابط او لامين الشرطه، والقانون ياخد مجراه بعد كده. فكره المداهمات كمان مش سهله وصعبه ومحتاجه تركيز، ربما فيها مجهود جسدي لا تستطيع الفتيات عليه، لا تستطيع يعني احتمال. طيب هقول لحضرتك دلوقتي احنا عندنا دور التأهيل ده دور الأكاديمية. احنا عندنا تجارب نسائية وشرطة نسائية في الدول الشقيقة العربية لينا زي الأردن والبحرين والإمارات، هناك نساء أثبتوا فعلا جدارتهم في المجالات العسكرية، وبسبب ان هم أثبتوا كفاءتهم دخلوهم كمان العمليات الخاصة ودخلوهم الجيش بسبب ان هم أثبتوا كفاءتهم في المجالات دي. انا ما بقولش ان مثلا ياخدوا 1500 ضابط كل سنة زي ما بياخدوا مثلا للذكور، لكن بتكلم ان مثلا يبدأوا بحاجة تدريجية، يفتحوا من بعد الثانوي العام يبدأوا مثلا ياخدوا 50 بنت يدربوهم يأهلوهم يشوفوا الدنيا ماشية ازاي، تمام ومساعنا وزي الفل خلاص كان بيها، لكن ما يتحكمش مثلا على البنات في حاجه هم ما دخلوش ما سبقش التجربه ليهم في حاجه. لما يتحكم علينا لما نجرب ونفشل، لكن احنا ما خدناش فرصتنا من اساسه. انا بشكرك يا كلارا، وانا كنت يعني كنا حريصين انك انت تقدمي صوتك لما قرينا المبادره اللي انت عاملاها، يعني انا حسيت ان انا الحقيقه هتكلم مع بنوته مصريه متحمسه جدا، هي أمنياتها بسيطة قوي، لكن طبعا في النهاية في قواعد وفي قوانين وبتبقى هناك يعني أمور معينة بتحكم هذه المنظومة. بس زي ما بقول لحضراتكم والله بجد احنا آخر كام سنة بقى في مطالبات كبيرة جدا من البنات، فكرة الالتحاق بالجيش أو الشرطة، وزي ما قلنا تاني دلوقتي فكرة انه ما تحكمش على البنت ان هي لازم تخلص 4 سنين جامعة بعدين تستنى لو الأكاديمية الشرطة طلبت تخصصها أو لا. يعني أتمنى لو ينفع ان يبقى في اعتبار لده، لأن بنات مصر جدعان ورجالة جدا على فكرة، رجالة يعني بالمعنى الحلو، يعني بنات مصر متحملين مسؤولية جدا، وده بنشوفه في حاجات كتيرة بقى في الجانب العملي في الشغل في الاهتمام بالأسرة. فأعتقد أنه لو حست كمان أن هي دورها بقى حماية وطن، يعني دي أعتقد أن هي يعني نجار، معرفش ينفع ولا لأ.